ده غلط في حضرتك انت كمان زملكاوي. فواحد زملكاوي يجي يقول لي غلط فينا احنا ازاي؟ اقول يا ابني انت مش عندك في البيت اخوك اهلاوي؟ ده لازم لازم، وانا اتحدى حد زملكاوي يكون ما عندوش في البيت اهلاوي. انا بقول لك تحدي، يعني هات لي بيت في مصر في اي حته ما فيش اهلاوي قاعد في البيت، لا اما والدك لا اما والدتك لا اما اختك لا اما اخوك، لازم في اهلاوي في البيت. انت لما يكون في حد عندك اهلاوي اتغلط فيه وقع في بيته معزز مكرم، وتطلع تيجي تقول ان الرساله اللي اتقالت ديت او اللفظ اللي طلع مروان حمدي هو نالك انت كمان، يعني انت نابك من الحب جانب، فانت طالع بتكفر مين؟ بتغلط مين؟ ولا بتقول ايه فين؟ ولا انت مع مين؟ ضد مين؟ انا بس ضد النادي الاهلي في اي حاجه. فانت اتغلط فيك انت كمان كزملكاوي، اتغلط فيك والله. ما انا قلت لك كل بيت، يعني انت والدتك ما هي ام اخوك الاهلاوي ده، امك هي امه والله العظيم. اسال اسال والدتك قول لها ماما ده اخويا، هتقول لك اه والله العظيم. انت ممكن ما تعرفش، قول لها يعني انا لما حد يجي يغلط فيكي وانا كده اتغلطت فيا انا كمان، هتقول لك اه يا حبيبي والله. ما هو انتوا الاثنين اخوات، شد اخوك دي والدتكم انتوا الاثنين. تخيل بقى سبحان الله، يعني اعجاز علمي، حاجه صعبه جدا يعني. فلما يجي الراجل ده غلط في امهات محترمات قاعده في البيوت، ونيجي نطلع نيجي نقول ده غلط، ما تطلعش تبرر وتيجي تقول ما هو امام عاشور. انت مالك انت وما الامام عاشور؟ هو انت يا ابني راضي باي غلط وخلاص؟ ما هو امام عاشور قبل كده شتمه وما زعلوش. انت امك اللي اتغلط فيها، والدتك المحترمه وانت قاعد في بيت غلط فيها، تتكلم على حدث قبل كده اتقال من امام عاشور جوه غرفه خلع الملابس بفتره بائسه في تاريخ نادي الزمالك. كنا بنسمع، انت مستغرب ان امام عاشور كان بيغلط في الاهلاويه؟ يا ابني ده احنا كنا بنسمع اتنين مرضى من السودان 2 3 بي تي هم اللي مدمرين النادي بتاعنا، وانتوا فيكم عدد كم مصدق؟ اتنين مرضى قاعدين في السودان بيتحكموا في مصير نادي الزمالك، وانت كنت بتطلع تقول عندك حق؟ يا ابني انت مش كنت بتسمع ان كابتن سيد عبد الحفيظ بينزل تحت الارض في شبرخيط بيعمل حاجات غريبه علشان الزمالك يخسر؟ هي الفتره كلها على بعضها فتره عباسيه. فانت ليه مستعجل اذا كان احنا كنا بنعمل خزعبلات؟ الفترة نفسها كلها كانت كوميدية، كان في اتنين مرضى من السودان، وكان في ناس بتمشي تحت الأرض، وواحد بيحضر بتنجان، وواحد بيقلي قلقاس، المهم إن ده كله بيخلي إن الزمالك ما يخسرش. ما طلعش قبل كده تصريح لمحمد عبد المنعم في حاجات خارقة في ماتشه الأهلي والوداد هي اللي خلت كرة عبد المنعم تخش جون؟ طلع الرئيس السابق قال لك، رئيس الزمالك السابق قال لك في حاجة غريبة حركت الكورة ودخلتها جون، واتحدى أي مشجع إنه شاف الكورة بتخش جون. طلعت قلت تمام. مش كنا بنسمع غلط وتطاول بالام في ناس كتير؟ فهي فتره صعبه. طب انت عايز الدنيا تتغير وصعبان عليك احمد رفعت، وعايزين نبدا عهد جديد، هتدي فرصه للاعب كوره يغلط في اهلاوي وانت علشان كرهك للاهلي مش ايه مش عارفانك بالحق؟ لا ده انت كرهك للاهلي مخليك حتى الحق نفسه مش هتشوفه، لانك انت بتكره الاهلي اكتر ما انت عايز تعترف بالحق. فتيجي تقول لا انا مش هقف مع الحق ده، حق ربنا ترفضه في عشان بس حاجه واحده، عشان انت ما بتحبش الاهلي. فيجي بني ادم يجي يتكلم في الحق فتقوم غلط فيا انا، ولا اثر فيك احمد رفعت، ولا اثر فيك المبادرات، ولا اي حاجه. فيجي لاعب، والله يجي لاعب اللي هو مروان حمدي يقوم غلط، فانت بتدي له مبرر ان بعد كده تلاقي لعيبه الكوره، ما هي شفنا الحاجات دي، تبتدي بقى يشرشحوا باللغه البلد المصريه بتاعتنا العاديه، هتبتدي الشرشح، هتبتدي تفرش لنا الملايات للجماهير. لو انت وافقت على حاجه زي كده النهارده الجماهير بتتشتم وانت موافق، ومن فتره قريبه كان برضو مش عارف مين من الفنانين امد ايده على حد اللي هو الفنان عمرو دياب على واحد من المعجبين، وبعد كده تبقى حاجه عاديه بقى لعيبه الكوره بقى تقوم غلطانه في الجماهير والفنانين يقوموا ايه يا بابا ليه يا بابا؟ عايزها عجه ليه؟ انت عايزها عجه ليه؟ عايزها سلطه ليه؟ لمصلحه مين انت عايزها سلطه؟ عايزها سلطه ليه؟ تمشي كده سبهلله. وخد بالك خد بالك خد بالك تاني، خد بالك تالت، طب خد بالك رابع، طب خد بالك خامس، طب خد بالك سادس، مين يزود؟ اقسم بالله هيعرفوا يجيبوا حقهم سواء انت انتقدت او ما انتقدتش، ولكن انت هتبقى انت مشجع فاقد الحق. ابنك لما يقعد معاك في البيت وتيجي تقول هو ده نادي ده ما يغلطوا عادي، ابنك يقول لك يا بابا هو الغلط بالام حاجه عاديه؟ لا يا حبيبي في النادي الاهلي بس انت غلط في الاهلي. يجي يقول لك يا سلام، طب ما انا اخويا بابا جوه اهلاوي اشتمه والدته، هيجي يقول لك ما يا ابني ما هو امك يا امه. انت هتعمل ايه؟ عايز تعيش في تناقضات ليه؟ عايز تعيش في تناقضات في حياتك ليه؟ لا هتعرف تطلع جيل سوي، ولا تعرف تعلم ابنك حاجه، ولا هتعرف تعمل حاجه. يا جماعه سلكوا دي لله يا جماعه، والله العظيم ما حد مخلد فيها، سلكوها لله. الغلط قول عليه غلط، الصح قول عليه صح، انت هترتاح.
هترتاح. مشاكلك في نادي الزمالك مش مشكلتها الاهلي، الاهلي ملوش علاقه بيك، انت مهيئ لنفسك ده. في ناس بيجي لها الفوق بتعترف بالحقيقه ومره واحده يضربوا غطس تاني، زي اسامه حسن من اسبوعين قال لك انا فقت وضميري انبني، وعمل فيديو مع كابتن مجدي عبد الغني وقال لك حقكم عليا يا جماعه وسامحوني. بعدها بيومين طلع يغلط في حسين الشحات تاني، كوره كان حسين الشحات هيبطل فيها كوره، عايزين تقتنعوا ان ما فيهاش حاجه. هو ده يا جماعه سمات المشجع الزملكاوي؟ سمات اللي منكم؟ سمات اللي بينتمي لهذا النادي؟ عايزينه يكون ضلالي لمين؟ طبعا انا ما بجمعش كل جمهور الزملكاوي المحترم، ولكن يا جماعه نفوق، هو مش محتاجينك ولا فرقه، بس الدنيا تسلك علشان نستمتع برياضه وعشان اللعيبه دي. المره الجايه انت كمان هيغلط فيك مباشر، والمره الجايه هتلاقي جمهور الاهلي فرحان فيك لانك انت فرحت فيه، ولان هتبقى زيطه، هتبقى زيطه. اللهم بلغت اللهم فاشهد. عايز ترفض الغلط ارفضه شكلا ومضمونا وموضوعا، سواء في الاهلي او في الزمالك او في اي مكان. عايزها سلطه ما تزعلش بقى لو لعيب انت كمان شتمك انت كمشجع زملكاوي والدنيا تبقى بايظه. اللهم بلغت اللهم فاشهد، احنا في فتره صعبه جدا. وحب جمهور النادي الاهلي او متابعتهم لاي حد زملكاوي المفروض حاجه تفرحك ما تضايقكش، لان هم بيثقوا فيه، فلما يكون لك حق هعرف اجيبه لك لان هيتقبلوا مني الكلام. لكن انتوا عايزين الناس كلها مكروهه، وعايزين انا كسلان عليه واطلع اغلط في جمهور الاهلي بدون سبب، وعايزين اي حد بينتمي لنادي الزمالك لازم يكون غلط وبيقول حقايق بيقلبها باطل. انا زهقت والله، والله العظيم زهقت. تعالوا نرجع للحاجه العدله، انا اسف لو اتعصبت، لكن الموضوع غريب يا جماعه، موضوع غريب يا جماعه، القصه بقت صعبه جدا، الواحد دماغه تعبت. الناس تبقى الشارع واضح يمين يقول لك امشي فيه، يقول لك ده امشي شمال، الدماغ قفلت، الدماغ قفلت. وانتوا نجاحكم عامل مشكله، لك ان تتخيل لو الاهلي ده ما كانش بياخد بطولات كنا ايه يا جماعه؟ والله العظيم الاهلي لو ما كانش بياخد بطولات وكان ضايع مع نادي الزمالك في الحاله اللي هو فيها دي، كان هيطلع بيراميدز هياخد هو البطولات. انا ما اعرفش كانت خناقتك هتكون مع مين. هتطلع تيجي تقول الاهلاوي انا زي زيك وتسيبوا بيراميدز ينفرد بالمشهد؟ اللي هو انت فرحتك بانكسار الاهلي حتى لو ناديك واقع، ولا تشتغل على نفسك؟ هل ساعتها هتكونوا فرحانين بان بيراميدز ياخد بطوله الدوري؟ اهم حاجه ان الاهلي واقع مكسور. انا بتخيل يعني سيناريو كده بعيش فيه، لو كان النادي الاهلي في نفس حاله نادي الزمالك والاثنين كان واحد فيهم مركز خامس وواحد مركز سادس، وبيراميدز بقى اول الدوري هو بطل الدوري يعني، وزد بقى مركز تاني وفاركو مركز تالت، انا متخيل ان ما كانش هيبقى في مشاكل. لان انا زي ما جيت قلت لك في فئه كبيره جدا مش مهم عندها الزمالك يكون كويس ولا لا، هو المهم عندهم فشل النادي الاهلي. فانت عندك فشل النادي الاهلي بالنسبه لك بيريحك، انا ما اعرفش هيفيدك في ايه ان الاهلي يفشل، طب ما تنجح انت. يعني انت ايه اللي يفيدك ان الاهلي يفشل؟ ما تنجح انت، انجح، لو نجحت هتعدي الاهلي اصلا، ما اشتغل على نفسك انت.